موجز التاسعة من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية المسبقة في الجزائر الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية 35.97% عند غلق مراكز التصويت، بينما بلغت 34.39% بالنسبة للمجالس الولائية بحسب ما أعلنت عنه السلطة المستقلة للانتخابات. وأوضح محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة أن هذه النتائج تبقى مؤقتة في انتظار دراسة المعطيات النهائية الخاصة بهذه العملية الانتخابية والفصل في الطعون. النسبة الوطنية عند غلق الاقتراع أن عدد الناخبين وصل 8,517,919 بنسبة المشاركة 35.97%، هذا فيما يخص انتخاب المجالس الشعبية البلدية. فيما يخص انتخاب المجالس الشعبية الولائية، عندنا عدد الناخبين 8,145,226، ونسبة المشاركة فيما يخص المجالس الشعبية الولائية هي 34.39%. أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن المجلس متخوف من عودة البلاد إلى مربع الصراع المسلح، داعيا إلى التنافس السياسي السلمي. وقال المنفي في خطاب بمؤتمر وطني للشباب أقيم في العاصمة طرابلس السبت أنه ينبغي المبادرة باتخاذ قرارات وصفها بالمناسبة تضع المنافسة السياسية في مربع التنافس السلمي الديمقراطي دون عدوان أو مغالبة، مؤكدا أن المجلس الرئاسي يعمل لنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة عبر تحقيق الضمانات اللازمة لانتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها عن إرادة الشعب الليبي. إننا جميعا نعمل جاهدين من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة عبر تحقيق كل الضمانات اللازمة حتى تكون انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بحق عن إرادة الشعب الليبي وتحقق كامل شروط العملية الديمقراطية. إلا أننا في نفس الوقت نعي جيدا حجم الصعوبات والمخاطر المحدقة ببلادنا وتخوفنا الحقيقي من العودة لا قدر الله إلى الصراعات القديمة التي تعب منها الليبيون وضاعفت من أزمتهم خلال السنوات الماضية، وهو ما يحتم علينا من منطلق المسؤولية المحمولة على عاتقنا أن نبادر باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن السلم وتمكن المصالحة وتضع المنافسة السياسية في مربع التنافس السلمي الديمقراطي دون عدوان أو مغالبة. أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل السبت أن الاتحاد يرفض المساندة المطلقة لإجراءات الرئيس قيس سعيد، فحين قال الغنوشي رئيس البرلمان المجمد إن مجلس النواب عائد أحب من أحب وكره من كره. وأكد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في كلمة على هامش ندوة تابعة للاتحاد أن هذا الموقف هو موقف مؤسسات الاتحاد بالتشاور مع مختلف هياكلها وبناء على تقييم تشاركي للوضع، وليس موقفا شخصيا من أمين عام لمنظمة شغيلة أو من قياداتها تجاه السلطة التنفيذية. في المقابل قال الغنوشي في اجتماع بقيادات حركة النهضة بولاية بنزرت أن البرلمان سلطة تأسيسية وأنجز الكثير، وأن أعداء الثورة عملوا على تشويهه وفق تعبيره. قالت مصادر رسمية لوكالة رويترز الأنباء السبت إن مجلس السيادة في السودان عين أحمد مفضل مديرا عاما جديدا لجهاز المخابرات العامة الذي شغل في السابق منصب نائب مدير الجهاز،
وفي سياق موازن أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد مقتل 42 شخصا في قمع المظاهرات المعارضة للانقلاب 25 من أكتوبر الفارط. قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية أن الأسرى الإسرائيليين الأربعة لدى الحركة لن يروا الشمس حتى ينعم الأسرى الفلسطينيون بشمس الحرية. وحذر هنية في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، حذر من عملية التطبيع الجارية في المنطقة التي تستهدف بناء تحالفات أمنية وعسكرية يسودها الكيان الصهيوني. أصيب عدد من الأشخاص بينهم طفل وصحفيان السبت في عاصمة بوركينا فاسو وغادوغو في حوادث اندلعت بعد تفريق مئات المتظاهرين الذين نددوا بعجز السلطة عن مواجهة ما سمي بالعنف الجهادي الذي يجتاح البلاد. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من التجمع في ساحة الأمة وسط العاصمة التي انتشر فيها عناصر الأمن بكثافة، إضافة إلى غلق جميع الشركات. ضربت هزة أرضية بشدة 4 درجات أقول 0.8 على مقياس ريختر فجر اليوم الأحد ضواحي مدينة أرين شهر بخراسان شرق إيران. وبحسب المركز الأورو متوسطي لرصد الزلازل، وقع الزلزال على عمق كيلومترين ولم ترد تقارير بشأن خسائر مادية أو بشرية. نهاية الموجز في أمان الله.